سيميليتر على السياره الميني كوبر. تحدي على افضل تايمينج، افضل ثلاثه تايمينج بياخذوا كوبون من 966. وكمان عندنا السحب على جائزه الفيسبوك. في الفيسبوك عاملين مسابقه في الصفحه حقت الفيسبوك الرسميه اللي هي عيش الحدث بطريقه 8. المسابقه هي عباره عن احنا كل يوم بننزل نوزع وجبات افطار، عباره عن 100 وجبه افطار، كل يوم في يوم في محل مختلف. بعدين كل يوم بنحدث السؤال على صفحه الفيسبوك اللي هو فين وزعنا اليوم. اليوم ان شاء الله هنعمل السحب على 5 الفائزين على الاسبوع اللي فات، بالاضافه الى الفائزين على السيميليتر. وفوق هذا كله ان شاء الله في جائزتين حتتوزع على الحضور بشكل عام. هنعمل سحب على اللي حضروا، ياخذوا برضو قسيمتين شرائيه من مقدمه سويت ناس. هويدا رشدي شمات من مدينة الرياض. نصيحة، ترى موضوع توزيع الوجبات صدقوني فيه متعة ما تتخيلوا قديش. أنا شخصيا يعني جربت التجربة مع الأخوان، في 5 دقائق 100 وجبة اختفت.